وحضرتك؟ ايوه اخويا هو حضرتي. وخلع جزمتك ليه؟ اخويا راح اتوضع عشان صلي. استنى يا استاذ، الاجره بكره الصبح. لا الله لا يسيئك، صاحب اللوكان ده هيعدي عليا بكره الصبح عشان ياخد الايراد. ما تودينيش في داهيه ابوس ايدك. ابوس ايدك انت، سيبنا نام والصباح رباح، بكره اقبض واقبضك ان شاء الله. تعرف يا استاذ انا زهقت منك. ومين سامعك؟ انا نفسي زهقت من نفسي. انا مفيش زبون تعبني وطهقني زيك. عندك حق، عندك حق. طب واخرتها ايه؟ انا نفسي عايز اعرف اخرتها ايه. اقول لك اطلع نام. طب والاجر؟ انا هدفعها. تتكلم جد؟ انا فضلت ناهد معاك الشهر اللي فات لحد ما عيتني، وصرفت دواء على صحتي قد الاجره مرتين، بس المره دي بقى مش مستعد اعيا تاني. عين العقل اللي انت عملته. يلا سلام عليك. وعين العقل روح منك لله. براحتك، وانت من اهله وادعي عليا زي ما انت عايز، بس بشرفي اول ما اقبض هقبضك الاجره على طول. يا رب يا رب خدني يا رب عشان اخلص من الاشكال اللي زيك اللي بتحدفوا عليا كل يوم. يا رب يا رب، ليه خلقتني فقير يا رب؟ ليه ما خلقتنيش غني من اصحاب الارصيده والبنوك والبنكنوت؟